Bienvenue au Paris Saint-Margot. Bonjour. من الداخل لن يختلف عن أي فندق عادي، لكن نظرة سريعة عبر نوافذه ستكشف أنه محاط بالمياه، ليس لأنه يطل عليها كبعض الفنادق، بل لأنه يطفو فوقها. إنه فندق أوف سين باريس، أول فندق عائم في فرنسا. قبل افتتاحه تهافت الناس على الحجز فيه طمعا بتجربة الإقامة في غرفة محاطة بالمياه. قبل الافتتاح بستة أشهر كان لدينا العديد من الحجوزات، لكننا لم نقبلها حتى الافتتاح لأن المشروع مميز، ومنذ أن افتتحنا لم تتوقف الحجوزات. يقول القائمون على هذا الفندق العائم إنه على الرغم من كونه في باريس فإنه لا يعكس أجواء باريس المعهودة. جيرار غونزاتي مهندس معماري مختص في كل ما يطفو على سطح الماء. هذا الفندق واحد من تصاميمه الكثيرة. يقول إنه التحدي الأصعب حتى الآن في مسيرته الطويلة، لكنه فخور بتحويل الفكرة إلى واقع. هناك الكثير من التصاميم لفنادق عائمة على صفحات الانترنت، لكن الفرق أن فندقنا لم يبقى مجرد رسم، إنه تحول إلى حقيقة مرت بمراحل عدة وصعوبات حتى تمكنا من الوصول إلى هذه النتيجة. عدا عن الفندق، سبق لجيرار غونزاتي أن صمم مطاعم وسفنا وحتى مستشفى للأمراض النفسية، كما ينوي أن ينشئ مصنعا عائما، خطوة تقود العالم إلى مستقبل لا مفر منه، على اعتبار أن مساحة الماء تمثل أضعاف اليابسة. تطوير الهندسة المعمارية العائمة هو خيار يتماشى مع متطلبات العصر فيما يخص التنمية المستدامة، ويجيب على تساؤل مهم عن طبيعة العلاقة بين مدن العالم وروافدها المائية. مشروع كهذا تطلب إنشاؤه أكثر من 10 ملايين يورو، ودقة عالية في البناء وتقنيات خاصة لجعل فندق يفوق وزنه أكثر من 650 طنا يطفو فوق الماء، حتى وإن ارتفع منسوب مياه نهر السين إلى مستويات قياسية كما حدث منذ أسابيع. فندق عائم وقبله مستشفى وفكرة مصنع تتبلور، وحتى مدينة عائمة بالكامل. قد تبدو فكرة مستحيلة في البداية، لكنها إن تطورت قد تصبح مستقبل دول تفكر باستثمار مياهها بعد أن استنفذت يابستها. أمينة سريري، سكاي نيوز عربية، باريس.